وقال العين أيضا فيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ أريد أصابع جديدة. كلام واضح، تفضل. الرياسة الحقيقية هي رياسة العلم. نعم، أكمل. لا يجوز الإنسان غيره. إذن الرئاسة الحقيقية رئاسة الناس وحكم الناس يكون بالعلم. لذا عندما دخل أحد الأمراء على الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وقد عاش 100 سنة، فعندما رآه يدرس الناس واجتمع حوله الناس، اجتمع الفقير والثري، الحقير والموقر، كل يجثو بالركب بين يدي هذا العالم ويسمع له، فقال هذا الأمير هذه هي الرئاسة الحقة، هذه هي الرئاسة الحقة، ليست رئاسة الجبروت والسلطان والضغط والضرب، وإنما هذا يسمع للشيخ ويطبق ويوقر ويحب هذا الشيخ وينفذ أوامره طاعة لله، فكفى بها من رئاسة. فهذه الرئاسة لا يقدم عليها إلا العلماء وطلبة العلم، فمن تجرأ وتكلم في الناس بغير علم فقد ضل وأضل وظلم وأفسد.